يعني محمد هنيدي في صعيدي في الجامعه الامريكيه كان في وش المدفع ووراه او بمحاذاته جيش من الشباب الجداد، يعني من غير يعني شويه ذكاء ولا اي حاجه اكيد كان في خوف كبير، خوف من التجربه، الناس هتعمل ايه، الايراد هيبقى ايه، هيتغطى ولا مش هيتغطى، كل واحد يقول لي عن خوفه او مخاوفه قبل الفيلم ده. بس بداية المخرج انت اللي كلفت، المخرج هو المنتج قصدي انت اللي كلفت. طيب هو اولا يعني اي منتج بيقول انها كانت مغامرة يعني بيبقى بيضحك علينا، بيضحك عليه طبعا. هو فيش اي عمل انت بتحسبي له فبقى اسمه مغامرة محسوبة، يعني اذا طلعت المغامرة سقطت يبقى انت حساباتك كانت غلط. يعني احنا حسبنا انا ليا تجربة سابقة قبل كده، انا عملت امريكا شيكابيكا وكان كله جو جديدة برضو. ايوه يعني انا ليا ايمان خاص كده ان الفيلم يعني بس برضو كان في تخوف شديد جدا انك بتعملي فيلم ما فيهوش نجوم شباك. احنا لما جينا نعمل فيلم الاولاني او ده كان عندي ايمان ان اذا كان عندي سيناريو كويس قوي ومخرج كويس وممثلين هيأدوا بشكل كويس الناس هتستقبل الشيء الصادق، يعني ده الايمان الصادق عندي بهذا الموضوع. فاذا كان عندي سيناريو كويس وعندي هنيدي اوكي، وهنيدي ممثل جيد جدا وانا بعتبره من الممثلين الكويسين اكتر منه كوميديان بالمناسبه، بعتبره ممثل كويس قوي. نعم وده بان قوي في فيلم الباطل. عندي ممثلين كويسين وعندي مجموعه العمل اللي بيختارها بقى مخرج، بعد ما نختار مخرج بنختار كاست. سعيد مخرج متميز عنده احساس بالكوميديا بشكل كويس قوي، حتى في فيلمه الاولاني اللي هو لم يلقى نجاح جماهيري لكن كان فيه حس كوميدي عالي. وبالتالي اتفقنا ان احنا لو عملنا الفيلم ده بنعتقد انه هينجح. جانا نجاح اسماعيليه رايح جاي اكيد ساعدنا، اكد لكم اكد لنا ان احنا ماشيين صح. طب احمد ساء قبل الفيلم ايه احساسك بالمغامره بالريسك بالخطوره؟ بلا شك طبعا كله يعني ما فيش حد فينا ما كانش حاطط ايده على قلبه. يعني انا كانت المغامره بالنسبه لي استقبال الناس لينا هيبقى شكله ايه، لينا مش ليك، لا اعوذ بالله، لا لينا طبعا احنا كلنا يعني فريق واحد، بل ان كنت انا او هاني يعني ترتيبنا بيجي مثلا ممكن ان اربعه او خمسه في فريق العمل يعني. بس في النهايه يعني لو كان يعني الحمد لله بعد ما ربنا اسابنا يعني السبب عام، يعني ما شاء الله محمد دلوقتي في مصاف النجوم الاوائل، كل واحد فينا يعني بقى ليه هيكل، بقى ليه فريم كده حواليه. فبلا شك بعد ربنا سبحانه وتعالى احنا مديونين لصعيدي في الجامعه الامريكيه كلنا، يعني كل اللي اشتغلوا في الفيلم واللي بره الفيلم بالمناسبه، يعني جيلنا او الجيل اللي سبقنا بسلمه او اثنين من الشباب استفاد برضه، بدليل ان في افلام دلوقتي بتتعمل بممثلين ما حدش يعرفهم خالص. فالمسألة بقت سيناريو جيد، ممثلين موهوبين مش شرط الشهرة، وإنتاج جيد، الموضوع ممكن يوصل بسهولة للناس يعني.